تتمت رواية مذلون مهانون للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي. الفصل الرابع. كانت تحمل قبعتها بيدها، فلما دخلت وضعتها على البيانو، ثم اقتربت ومدت إلي يدها صامتة. كانت شفتاها تختلجان اختلاجا خفيفا، كأنما هي تريد أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب، غير أنها لم تقل شيئا. لم أكن قد رأيتها منذ 3 أسابيع، وأخذت أنظر إليها الآن في حيرة ورعب، ما أشد ما تغيرت خلال هذه الأسابيع 3. وانهد قلبي ألما حين رأيت خديها شاحبين وشفتيها يابستين، كأن قد جففتهما حمى، وحين رأيت عينيها تتقدم تحت أهدابها الطويلة بنار متأججة وعزيمة كاسرة. ولكن يا إلهي، ما كان أروع جمالها في تلك اللحظة، ما رأيتها في حياتي لا قبل ذلك اليوم المشؤوم ولا بعده في مثل هذا الجمال الفاتن. أهذه هي ناتاشا؟ أهذه هي بعينها تلك البنت الصغيرة التي كانت منذ سنة تصغي إلي وأنا أقرأ قصتي، لا تحول عني بصرها وتحرك شفتيها كأنها تقرأ معي، وتضحك ذلك الضحكة المانحة كضحك الأطفال، وتمزح في ذلك المساء مع أبيها ومعي أثناء تناول طعام العشاء؟ أهذه هي بعينها ناتاشا التي قالت يومئذ في هذه الغرفة وقد انخفض رأسها واصطبغ وجهها بحمرة قانية؟ نعم، ودوى صوت ناقوس أصم يدعو إلى صلاة المساء، فارتجفت ناتاشا ورسمت العجوز إشارة الصليب. كنت تنوين الذهاب إلى صلاة المساء يا ناتاشا، وهذا هو ذا ناقوس يدق. هيا اذهبي يا صغيرتي، هيا اذهبي يا صغيرتي، هيا اذهبي إلى الصلاة. الحمد لله على أن الكنيسة غير بعيدة، وبذهابك إلى الصلاة تقومين بنزهة صغيرة. لماذا تحبسين نفسك في البيت؟ انظري كم أنت شحبة، لكأنك يا بنيتي قد أصابك شيء من الفطور، قالت ناتاشا ببطء وبما يشبه الهمس. قد لا أذهب اليوم، ثم أضافت وقد ازداد شحوب وجهها، أشعر بأنني مريضة، بل الأحسن أن تذهبي يا ناتاشا، كنت تريدين الخروج منذ هنيها، حتى لقد جئت بقبعتك. اذهبي إلى الصلاة يا بنيتي، اذهبي إلى الصلاة، عسى ربك أن يرد إليك عافيتك، قالت آنا أندرييفنا ذلك تشجع ابنتها وهي تنظر إليها وجلة وكأنما هي تخشاها. نعم نعم، اذهبي إلى الصلاة يا ناتاشا، وسيكون لك مع ذلك نزهة قصيرة، وإن أمك على حق فيما تقول، وسيصحبك فانيا. ترأت لي بسمة مرة تطوف في شفتي ناتاشا، واقتربت من البيانو فتناولت قبعتها ووضعتها على رأسها ويداها ترتجفان. كانت كأنما تتحرك بلا شعور، كأنما لا تفهم شيئا مما تعمل، وكان أبواها يتابعان حركاتها في انتباه شديد. قالت بصوت خافت لا يكاد يسمع وداعا. على ما الوداع يا ملاكي؟ إنك غير ذاهبة إلى بعيد، على أن هذه النزهة القصيرة ستفيدك كثيرا، ستتنشقين الهواء النقي. انظري انظري كيف أنت شاحبة. هي نسيت، إنني أنسى كل شيء، لقد فرغت من صنعي التميمة، خطتها منذ لحظة كانت إلى الذهاب إلى دعاء مستجاب. يا ملاكي احمليها يا ناتاشا، أسأل الله أن يمن عليك بالصحة، ليس لنا غيرك يا بنيتي، قالت العجوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها الصليب الصغير، صليب تعميد ناتاشا، وقد علقت على سلكه تميمة منذ قليل. احمليه يا بنيتي، ففيه البركة والعافية، في الماضي كنت أرسم لك إشارة الصليب هكذا كل مساء قبل أن تنامي، وكنت أدعو لك وكنت ترددين معي الدعاء، أما الآن فقد تغيرت يا ناتاشا، أصبحت صلوات أمك نفسها لا تخفف عنك. وغرقت العجوز في دموعها. قبلت ناتاشا يدها دون أن تقول كلمة،
واتجهت نحو الباب، ولكنها تراجعت فجأة واقتربت من أبيها. كان صدرها يرتجف من شدة الانفعال، وقالت بصوت مختنق وهي تتهالك على ركبتيها أمامه: صلب أنت أيضا يا أبتي. وظللنا جميعا واقفين مضطربين لهذه الحركة المفاجئة، وظل أبوها ينظر إليها لحظات حائرا لا يفهم، ثم صاح والدموع تنفجر من عينيه: حبيبتي ناتاشا، بنيتي الصغيرة، عزيزتي، ماذا بك؟ ما الذي يعذبك؟ لماذا تبكين ليل نهار؟ إنني أرى كل شيء يا بنيتي، وأنهض من فراشي كل ليلة فأمضي إلى باب مخدعك لأستمع إلى بكائك. أنا لا أنام الليل، قولي لأبيك كل شيء يا ناتاشا، أسري إلى أبيك بكل شيء يا ناتاشا. ولم يتم كلامه، بل أنهضها وضمها إلى صدره، فشدت جسمها إليه شدا قويا، وأخفت رأسها في كتفه، وأجابت وهي تغص بدموع خفية مخنوقة: لا شيء، لا شيء، كل ما هنالك أنني أشعر بإعياء. قال الأب: أسأل الله لك الرضا يا بنيتي الغالية، أسأله لك طمأنينة الروح، وأسأله أن يحميك من كل سوء. أدعو لك الله يا حبيبتي، وعسى أن تلقى إليه صلوات ودعوات هذا الخاطئ أنا. وأضافت العجوز: وأنا كذلك أسأل الله لك الرضا. ودمدمت ناتاشا تقول وداعا، وتوقفت قرب الباب لحظة، وألقت على أبويها نظرة أخيرة، وأرادت أن تقول شيئا ولكنها لم تستطع، فخرجت من الغرفة مسرعة وهرعت أنا أيضا في إثرها أوجس شرا. كانت تسير صامتة خافضة الرأس لا تنظر إلي، ولكنها حين وصلت إلى آخر الشارع ودخلت الرصيف توقفت فجأة وأمسكت بيدي. قالت بصوت منخفض: إنني أختنق، إن كابوسا يجثم على صدري، إنني أختنق. فصرخت جزعا، وصرخت أيضا أقول: عودي يا ناتاشا. فقالت وهي تنظر إلي في حزن لا يمكن وصفه: ألست ترى يا فانيا أنني مضيت إلى الأبد، وأنني تركتهم إلى غير رجعة؟ شعرت كأن قلبي قد تحطم، كنت أوجس على هذا كله حين مضيت إلى زيارتهم، كأن كل هذا قد عرض لخيالي في مثل الضباب، بل لعله عرض لخيالي قبل ذلك اليوم بزمن طويل. إلا أن كلامها في هذه اللحظة وقع في نفسي موقع الصاعقة، وسرنا على الرصيف في حزن. كنت لا أستطيع الكلام، كنت أتخيل وأتأمل، كنت طائش اللب تماما، وأخذني دوار. كان هذا يبدو لي أمرا جنونيا، أمرا مستحيلا. قالت أخيرا: لا شك أنك تعدني مجرمة يا فانيا. فأجبت دون أن أعي ما أقول: لا، ولكنني لا أصدق، هذا غير ممكن. بل هو ممكن يا فانيا، هذا ما وقع فعلا. لقد تركتهم ولا أدري ماذا ينتظرهم من مصير، بل لا أدري ماذا ينتظرني أنا من مصير. أأنت ذاهبة إليه يا ناتاشا؟ نعم، نعم. فصرخت في حماسة: ولكن هذا مستحيل يا عزيزتي المسكينة ناتاشا، هذا جنون. ستقتلينهم قتلا، ستقتلين نفسك. هل تعلمين هذا يا ناتاشا؟ أعلمه، ولكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ أصبحت لا أملك من أمري شيئا. قالت ذلك وفي كلامها يأس هائل، كأنها ذاهبة إلى العذاب. فقلت متوسلا: عودي يا ناتاشا، عودي قبل أن يفوت الأوان. وكنت كلما ازددت حماسة وإلحاحا في التوسل إليها، ازددت شعورا بأن توسلاتي في هذه اللحظة ذاهبة أدراج الرياح، وكأنها عبث لا طائل تحته. أفاهمة أنت يا ناتاشا ماذا تصنعين بأبيك؟ هل فكرت في هذا؟ أنت تعلمين أن أباه عدو أبيك؟ أنت تعلمين أن الأمير قد أهان أباك، وأنه اتهمه بالاختلاس؟
وأسماه لصا، وأنت تعلمين أن بينهما الآن دعوة. ثم يا ناتاشا، هذا كله بسيط إذا قيس بغيره. هل تعلمين يا ناتاشا، ربا إنك تعلمين هذا كله، أن الأمير قد اتهم أبويك بأنهم هما اللذان حاولا عمدا أن يربطا بينك وبين أليوتشا. كيف كان يعيش أليوتشا عندكم في الريف؟ فكري في الأمر يا ناتاشا، وحسنا أن تتصوري مدى الآلام التي عاناها أبوك حين طرقت سمعه في هذه القرية. لقد غدا شعره كله أبيض في هاتين السنتين الأخيرتين. انظري إليه، لا سيما ولكأنك تعلمين هذا كله يا ناتاشا. يا إلهي، يا رب السماوات، لست أتكلم عن الكارثة التي تحل بهما إذا هما فقداك إلى الأبد. أنت ثروتهما، أنت كل ما بقي لهما في شيخوختهما. لست أتكلم عن هذا ولا أريد أن أتكلم عنه، فينبغي أن تعرفيه بنفسك. ولكن تذكري أن أباك يرى أن هؤلاء الناس المتعجرفين قد افتروا عليك ظلما وعدوانا، وأنهم أهانوك، وأن عليه أن ينتقم لك. والآن خاصة يستيقظ هذا كله، وتنبعث هذه العداوة كلها لأنكم استقبلتم أليوتشا، وقد أهان الأمير أباك مرة أخرى، وما زال العجوز يغلي حنقا من هذه الإهانة الجديدة. فإذا بكل هذه الاتهامات تبدو فجأة صادقة، إن جميع الذين يعرفون القضية سيقولون إن الأمير على حق، وسيتهمونك وأباك. وما عسى أن يصبح أبوك من هذا كله، سيقتله العار والشنار. وممن تأتيه هذه الصدمة الفظيعة؟ منك أنت. أنت ابنته الوحيدة، طفلته الغالية، وأمك لن تعيش بعد زوجها أبدا أبدا. ناتاشا، ناتاشا، ماذا تفعلين؟ عودي، عودي يا ناتاشا، كوني عاقلة. كانت صامتة، وأخيرا ألقت علي نظرة كأنما تحمل معنى اللوم، وكانت في هذه النظرة من الألم الحاد والعذاب الشديد ما أفهمني أن قلبها في هذه اللحظة ينزف. فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من ألم، وفهمت أنني بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل. فهمت هذا كله، ومع ذلك لم أستطع أن ألجم نفسي عن الكلام، وتابعت أقول: ثم لقد قلت منذ لحظة لأن أندرييفنا إنك قد لا تخرجين إلى الصلاة، معنى هذا أنك كنت تريدين البقاء وأنك لم تعزمي أمرك عزما قاطعا، فما الذي جد إذن؟ لم تجب ناتاشا على هذا كله إلا ببسمة مرة. ولماذا سألتها عن هذا كله؟ كان في وسعي أن أفهم أنها قد عزمت أمرها وأنها لن تعدل عن قرارها، ولكنني كنت أنا نفسي خارجا عن طوري. هل يعقل أن تحبيه إلى هذا الحد؟ قلت ذلك وأنا أنظر إليها منقبض الصدر ولا أكاد أفهم ما أقول. فأجابت على شفتيها تلك البسمة المرة نفسها: بما تريد أن أجيبك يا فانيا؟ إنك ترى لقد أمرني أن آتي، وها أنا ذا أنتظر. فعدت أتوسل إليها كالغريق الذي يتعلق بقشة. ولكن اسمعيني يا ناتاشا، اسمعيني، ما زلنا نستطيع أن نتدبر الأمر وأن نخرج منه على نحو آخر، ولن يكون عليك إلا أن تلزمي بيتك لا تبارحينه، وسأقول لك كل ما يجب عليك أن تفعليه يا صغيرة العزيزة. يا ناتاشا، سأتولى تدبير الأمور، المواعيد وكل شيء. كل ما أطلبه إليك هو أن لا تخرجي من البيت بعد الآن، سآتي إليك برسائله. لما لا؟ هذا أفضل مما يقع الآن، سأعرف كيف أفعل ذلك. سأخدمكما كليكما، سترين، ولن تضيعي نفسك كما تفعلين الآن يا عزيزتي الصغيرة ناتاشا. إنك تضيعين نفسك تماما يا ناتاشا، تماما تماما. اقبلي رجائي، سيسير كل شيء على ما تريدين، ستحبينه وسيحبك ما شاء لكم الحب. ومتى انتهى أبواكما من التخاصم؟
وسينتهيان من التخاصم حتما. فعندئذ قالت وهي تضغط يدي بقوة وتبتسم من خلال الدموع: حسبك يا فانيا. أسكت يا فانيا، يا فانيا الطيب النبيل، إنك رجل شهم وشريف. أما من كلمة سيئة تقولها لي؟ لقد بدأت أنا بهجرك، وها أنت تغفر لي كل شيء ولا تفكر إلا في سعادتي، تريد أن تنقل رسائلنا. وانفجرت باكية: أعرف كم أحببتني يا فانيا، وكم تحبني الآن، ومع ذلك لم توجه إلي كلمة لائمة أو كلمة مرة خلال هذه المدة كلها. وأنا كم أنا مجرمة في حقك يا فانيا. أذكر الوقت الذي قضيناه معا، أوه كان الأفضل ألا أعرفه، ألا ألقاك أبدا. كان ينبغي أن أعيش معك يا فانيا، يا صديقي العزيز. لا، إنني لا أستحقك. إنك ترى كيف أنا في لحظة كهذه أحدثك عن سعادتنا الماضية، مع أنك تتألم بدون أن أحدثك عن ذلك. ها قد انقضت أسابيع ثلاثة لم تزرنا خلالها. أقسم لك يا فانيا أنه لم يخطر على بالي مرة واحدة أنك حقدت علي أو كرهتني. أنا أعلم لماذا ذهبت. لقد أردت ألا تزعجنا، ألا تكون بيننا بمثابة لوم حي. ما كان أشق عليك أن ترانا. لطالما انتظرتك يا فانيا، لطالما انتظرتك. اسمع يا فانيا، لئن كنت أحب أليوتشا كمن جنت، كمن فقدت صوابها، فلعلني أحبك أنت أكثر مما أحبه. بل إنني لأشعر وأعرف أنني لا أستطيع أن أعيش بدونك. لا غنى لي عنك، أنا في حاجة إلى روحك، إلى قلبك الذهبي. أسفا يا فانيا، ما أمر وما أقسى هذا الوقت الذي نعيشه. أغرقتها الدموع، نعم إنها شقية. وتابعت كلامها بعد أن خنقت عباراتها: آه يا فانيا، ما كان أشد شوقي إلى رؤيتك. لقد نحلت كثيرا يا فانيا، وفي وجهك تبدو علامات المرض. إنك شاحب جدا. هل كنت مريضا حقا يا فانيا؟ آه ما أسوأني، لم أفطن إلى هذا ولا خطر لي على بال، وها أنا ذا أتكلم عن نفسي طوال الوقت. ماذا يكتب الصحفيون الآن؟ ورواياتك الجديدة، هل قطعت في كتابتها أشواطا جديدة؟ ما لنا وللروايات، ما لنا ولأمور الخاصة الآن يا ناتاشا، دعينا منها الآن ولتذهب إلى الشيطان. قولي لي يا ناتاشا، أهو الذي أصر على أن تأتي إليه؟ لا، لم يطلب ذلك وحده، الأصح أنني أنا التي طلبت ذلك. صحيح أنه قاله، ولكنني أنا أيضا. اسمع يا صديقي، سأقص عليك كل شيء. لقد وجدوا له فتاة غنية ذات مكانة مرموقة ومن أسرة عظيمة، ويصر أبوه إصرارا قاطعا على أن يزوجه إياها، وأنت تعلم أن أباه رجل ماكر. لقد دبر الأمر تدبيرا محكما، وفي رأيه أن مثل هذه الفرص لن تعرض خلال 10 سنين، علاقات، مال، إلى آخره. ثم إن الفتاة جميلة جدا على ما يقال، وهي مثقفة ورقيقة، إنها حسنة في جميع الوجوه، حتى إن أليوتشا نفسه مفتون بها. وأكثر من هذا، إن أباه يريد أن يتخلص منه بأقصى سرعة ليستطيع أن يتزوج هو أيضا. لذلك أخذ على نفسه أن يقطع صلاتنا بأي طريقة. إنه يخاف مني ومن تأثيري في أليوتشا، فقاطعتها دهشا. ولكن هل يعرف الأمير حبكما؟ أظن أنه كان يشتبه اشتباها، بل لست واثقا من أنه كان يشتبه، بل هو يعرف كل شيء، كل شيء. من أنبأه؟ أليوتشا هو الذي قص عليه كل شيء في المدة الأخيرة. قال لي هو نفسه إنه قص على أبيه كل شيء. يا إلهي، ولكن ما هذه الحكاية؟ يروى لأبيه ويروي لأبيه كل شيء في مثل هذه اللحظة. هي للسخرية. فقطعتني ناتاشا تقول: لا تؤاخذه يا فانيا ولا تسخر منه.
يجب ألا تحكم عليه حكمك على غيره من الناس، كن عادلا، إنه ليس مثلك ولا مثلي، إنه طفل لم يربوا كما يجب أن يربى، إنه لا يفهم ما يفعل. في وسع أول تأثر جديد أن ينتزعه من كل ما عاهد عليه نفسه منذ لحظة، ليس له إرادة، قد يقطع لك عهدا ثم إذا هو في اليوم نفسه يقطع عهدا آخر، وهو في كلا العهدين صادق، إنه قادر على اقتراف أي عمل سيء، ولكن ما ينبغي أن تؤاخذه على أنه اقترف عملا سيئا، وإنما ينبغي أن ترثى لحاله، وهو قادر كذلك على التضحية، أي تضحية، ولكن في لحظة أولى ثم ينسى كل شيء في لحظة أخرى، إنه قادر على أن ينساني أنا، إذن لم أكن إلى جانبه دائما، هذا هو أليوتشا، ولكن يا ناتاشا، لعل هذا كله أقاويل وإشاعات، هل يستطيع أليوتشا أن يتزوج؟ إنه طفل. قلت إن لأبيه خطة واضحة، وكيف عرفت أن خطيبته جميلة وأنه مفتون بها؟ قال لي ذلك هو بنفسه. كيف؟ كيف يقول لك هو بنفسه إنه قادر على أن يحب امرأة غيرك ثم يطلب إليك مثل هذه التضحية؟ لا يا فانيا، لا، إنك لا تعرفه، إنك لا تريد أن تراه بهذا الشكل، ولا بد أن تعرفه معرفة أوثق حتى تستطيع أن تقطع فيه برأي، ليس في الدنيا قلب أنبل ولا أنقى من قلبه، وهل كان الأفضل أن يكذب علي؟ أما عن انسياقه واستسلامه فيكفي أن أبتعد عنه أسبوعا واحدا حتى ينساني ويحب امرأة غيري، ولكنه متى عاد فلقيني ارتمى على قدمي مرة أخرى، ومن حسن الحظ أنني أعرف أنه لم يكتم عني شيئا، ولولا هذا لقتلتني الشكوك. نعم يا فانيا، لقد عزمت أمري، إذن لم أكن إلى جانبه دائما في كل لحظة، انتهى حبه فنسيني وهجرني، هكذا خلق، تستطيع أي امرأة أخرى أن تجذبه وأن تقوده، وما عساني فاعلة يومئذ، سأموت من غير شك، وما الموت، ليتني أموت الآن، أما أن أعيش بدونه فهذا ما لا أطيقه، إن ذلك لأسوأ من الموت وأقسى من كل أنواع العذاب. آه يا فانيا، يا فانيا، هين علي أنني هجرت أبي وأمي في سبيله، دعك من المواعظ والأخلاق، لقد قررت كل شيء، يجب أن أكون إلى جانبه في كل ساعة في كل لحظة، ليس في وسعي أن أتراجع، أعرف أنني أضيع نفسي وأنني أضيع معي آخرين. قالت ذلك ثم صرخت فجأة وهي ترتعد من أخمص قدميها إلى قمة رأسها، آه يا فانيا، ماذا يكون من أمري إذا صح أنه لا يحبني؟ إذا صدق ما قلته لي منذ لحظة، الواقع أنني لم أقل ذلك، إذا كان يغشني، إذا كان ظاهره الاستقامة والصدق وباطنه الخبث والغرور، إنني أدافع عنه الآن أمامك، وربما كان هو في هذه اللحظة يضحك من أعماق نفسه مع امرأة أخرى، وأنا المخلوقة المرذولة، أترك كل شيء وأسعى في الشوارع أبحث عنه. آه فانيا، وانطلقت من صدرها آهات أليمة انفرط لها قلبي هلعا، وفهمت أن ناتاشا قد فقدت آخر رمق من سيطرتها على نفسها، وإنه ما كان لغيري غيرة جنونية بالغة أوجها أن تسوقها إلى قرار أحمق، هذا الحمق كله، وتأججت في نفسي كذلك غيرة طافحة لم أستطع أن أصمد أكثر مما صمت، وطغى علي شعور سيء فقلت: ناتاشا، شيء واحد لا أفهمه، كيف تستطيعين أن تحبينه بعد الذي قلته عنه؟ إنك لا تحترمينه، بل إنك لا تثقين بحبه، ومع ذلك تمضين إليه بلا رجعة، وتفقديننا جميعا من أجله، ما معنى هذا؟ سيعذبك طوال حياتك، وستعذبينه أيضا، إنك تحبينه أكثر مما يستحق يا ناتاشا، نعم،
تحبينه أكثر مما يجدر بك أن تحبينه، إنني لا أفهم مثل هذا الحب. فأجابت وقد امتقع لونها كأنما هذا بمفعول تأثير ألم جسمي، نعم أحبه كالمجنونة، ولم أحبك يوما مثل هذا الحب يا فانيا. أنا أعرف أنني فقدت صوابي وأنني لا أحبه كما ينبغي أن يكون الحب. اسمع يا فانيا، هل تعلم أنني حتى قبل هذا الوقت وفي أسعد لحظاتنا كنت أشعر أنه لن يأتيني بغير العذاب؟ نعم كنت أشعر بذلك، ولكن ما عساني أفعل، والعذاب الذي يسببه لي هو عينه سعادة. هل تراني أبحث عن الفرح إذ أمضي إليه؟ ألست أعلم منذ الآن ما ينتظرني معه وما سأحتمله منه؟ اسمع، لقد أقسم أنه يحبني وقطع لي جميع أنواع العهود، وأنا لا أصدق من وعوده شيئا ولا أقيم لها وزنا قط، ومع ذلك كنت أعلم أنه لا يكذبني وأنه لا يستطيع أن يكذبني. وقد قلت له أنا نفسي إنني لا أريد أن أربطه بشيء، وهذا أفضل مما يجب من أحد يحب أن يربط، وأنا في طليعة من لا يحبون ذلك، على أنني سعيدة بأن أحتمل كل شيء، كل شيء، ولست أطمع إلا في أن يكون معي، في أن أنظر إليه وفي وسعه أن يحب غيري، وإني أقبل ذلك شريطة أن أكون أنا أيضا إلى جانبه. أهذه حقارة يا فانيا؟ سألتني هذا السؤال فجأة وهي ترفع إلي نظرة متلهبة، وأيقنت لحظة أنها تهدي وأردفت تقول إنها حقارة، أنا أتمنى هذه الأمور، أليس كذلك؟ نعم إنني أعترف أنا نفسي بأن هذه حقارة، وإذا هجرني فسأجري وراءه إلى آخر الدنيا، ولو صدني ولو طردني شر طرده. اسمع، إنك تنصحني الآن بالعودة إلى المنزل، ولكن ما عسى أن تكون نتيجة ذلك. إن عدت إلى المنزل فسأخرج منه في الغد، يكفي أن يصدر إلي أمره بالخروج حتى أخرج، يكفي أن يناديني، يكفي أن يناديني كما ينادي كلبا صغيرا حتى أجري وراءه. لا تحدثني عن العذاب، إنني لا أخشى عذابا هو مصدره، سأعرف أن عذابي هو مصدره، وحسبي ذلك حتى أكون سعيدة. ولكن يا فانيا لا تحدث أحدا بهذا، سألت نفسي وأبوها وأمها، وبدا لي أنها نسيتهما نسيانا تاما، وقلت وعلى هذا لن يتزوجك يا ناتاشا. بلى لقد وعدني بذلك، وعدني بكل شيء، ومن أجل هذا يستدعيني الآن، ومن أجل أن نتزوج خفية في الريف، ولكنه لا يدري ماذا يفعل، ولعله لا يعرف كيف يتم الزواج. أهذا زوج؟ حقا إن الأمر لمضحك، وإذا تزوج فسيكون شقيا وسيأخذ يصب علي ضروب اللوم، وأنا لا أريد أن يلومني يوما. سأترك له إذن حرية التصرف ولن أطالبه بشيء، وإذا شقي بعد الزواج لماذا أجعله شقيا؟ ناتاشا أتحلمين أنت إذن؟ وأنت ماضية إليه الآن رأسا؟ لا، لقد وعدني بأن يجي إلي هنا ليأخذني، اتفقنا؟ ونظرت إلى بعيد في لهفة، ولكنها لم ترى أحدا، وهتفت في استياء، ولكنه لم يجئ بعد. أتصلين أنت قبله؟ وكأن ناتاشا ترنحت من هول الضربة وتسعر وجهها ألما، قالت في ضحكة صغيرة مرة، وقد لا يأتي أبدا، أول أمس كتب إلي يقول إن لم أعده بالمجيء فسيكون مضطرا إلى إرجاء عزمه على السفر معي والزواج بي، وسيمضي به أبوه إلى خطيبته. كتب إلي ذلك ببساطة كأن هذا أمر بسيط، وماذا إذا ذهب إليها يا فانيا؟ لم أجب، وضغطت بيدي بقوة وأخذت عيناها تلتمعان، قالت بصوت لا يكاد يسمع إنه عندها كان يأمل ألا آتي،
حتى يذهب إليها وحتى يقول بعد ذلك إنه كان على حق، وإنه أنذرني فلم آتي، وقد أعذر من أنذر، إنه يملني ويهجرني. آه يا إلهي إنني مجنونة، ألم يقل لي في المرة الماضية إنني أجره؟ ماذا أنتظر إذن؟ هذا هو ذلك ما هتفت به إذ لمحته على الرصيف من بعيد. وارتجفت ناتاشا وأطلقت من صدرها صرخة وتبتت بنظرتها على أليوتشا الذي كان يقترب، وفجأة تركت يدي وهرعت نحوه، وحتى خطاه هو أيضا، وما هي إلا دقيقة واحدة حتى كانت بين ذراعيه. لم يكن في الشارع أحد سوانا. تعانقا الحبيبين وأخذا يتباوسان ويضحكان. كانت ناتاشا تضحك وتبكي في آن واحد، كأنهما التقيا بعد فراق طويل. كان الدم قد صعد إلى خديها الشاحبتين، كأنها أصبحت في طور آخر. ولمحني أليوتشا فما لبث أن اتجه نحوي.